نحن هيك رح نخسر بعض، وبهي الخسارة رح نخليهم دايما مبسوطين. أنا خلص، ما عاد بدي حدا ينبسط على حساب تعاستي أنا. بعدين مو صعب افتح الباب وروح، هي خطوة بمشيها بعيدة عن حبنا. حتى إذا رح يكون وجودي هو أكبر غلط، ما رح أهرب مشان هن ما ينبسطوا. يعني أنت هلا رح تبقي هون مشان ما ينبسطوا، رح تبقي مشانه مو مشاننا. أنت ليش ما عم تكوني صادقة؟ يعني أنت عن جد بقياني هون بس مشان هيك؟ فريحة تطلعي فيني. أنت ليش بقيتي هون ومشان مين؟ أنا بقياني، رح أبقى خلص ماشي. يمكن يكون بس مشانهم أو مشان أنهي القصة، بس أنا ما عاد بدي أهرب. إذا في شي بده ينتهي خليه ينتهي، ونحن عم نطلع بعيون بعضنا مو كأنه قاعدين عم نتخبى من بعض. بقياني مشان تنهي القصة؟ ومن هون لتنهي نحن رح نمثل قدام الكل لعبة السعادة، ما هيك؟ ما قدرنا ننجح بالحقيقة، برأيك رح ننجح بالتمثيل؟ ماشي، إذا أنت هيك بدك. إذا عم نبقى هون بس مشان نمثل على العالم إنه نحن مبسوطين، خليكي مطمنة لكن رح يصير مثل ما بدك. أنا رح ضبضب بالبيت. ألو، إيه كلثوم؟ نحن هلأ وصلنا بنتي، يعني ما بقدر أوصف لك قديش حلوة أزمير، وكنا رح ندور فيها بس نحن كنا كتير تعبانين بنتي كتير. أخ، أنا هلأ تشنج كتفي وظهري ورقبتي وكل شي فيني تشنج، مو معقول. شو هالطريق؟ قد ما مشينا ما بيخلص. طيب هلأ نحن ليش ما رحنا بالطيارة؟ يعني نحن رحنا وقمنا بواجبنا، شو الفرق بين الباص والطيارة؟ يعني محمد، أنا قديش كنت قاعدة عم بغمزك، ما رحت حكيت مع الأستاذ لافاند ما هي؟ سهر لا تبلشي بالنقل، لسه هلا وصلنا على البيت. معناته ما اتصلت فيكي كمان؟ إيه خلص بنتي، أنا بعدين رح اتصل فيكي وبنحكي أكتر، ماشي. كلثوم من وقت ما رحنا ما حكيت مع فريحة، بس صهرنا كان عم يتصل بجوزة وقال على طول عم يلاقي تليفونه مسكر. رح غير وعي وأطلع، أنا عندي شغل. يعني أنا لو ما كنت بعرف قديشك بتكذبيني لكنت قلت إنه هدول اتصالحوا وطلعوا شهر عسل تاني، بس ما بظن هيك. شو بدي قلك أخي، يعني أنت ما بدك تتصل بالضيعة؟ أكيد هلأ بتكون زهرة مشغول بالها. أنا رحت على الضيعة مرة واحدة يا خديجة، رحت وشفت وقلت اللي بدي أقوله، ما رح أحكي مرة تانية. بس أخي هلأ الموضوع مو نفس هديك الشغلة، يعني شوف بجوز البنت يكون خربان تليفونها أو يمكن خلصوا المصاري اللي معها. من هلأ ورايح زوجها هو يلي بفكر بمصاريها وباقي أمورها. إيه عمي معه حق، بس أخي الله يرضى عليك، بلكي البنت كانت مرضانة ونحنا ما عنا خبر، بصير ما نسأل عنها؟ بصير بصير بصير، ليش لا؟ لا تخليني أحكي أكتر من هيك. من اليوم ورايح يلي رح يحاسبها ويشوفها إذا كان صاير لشي أو كانت مرضانة أكيد مو نحنا. لونا مو لابق كتير، بس رح نمشي حالنا فيها. يلا خلينا نروح على المشفى مشان إيدك ما تلتهب أكتر. ما في داعي. شو عم تحكي؟ أول شي رح نروح على المشفى، بعدين منجيب أغراضي من السكن الجامعي لأنه أنا عندي دراسة. طيب شو ما بدك تشوفي عيلتك؟ بيكون بالهم مشغول. ما رح ينشغل بالهم علي، بس خلص جامعة رح أمرق على أبي، رح أقوله أنه أنا ما عم بفتل بالشوارع، هلأ صار في عندي بيت. يلا نطلع. امشي. طبعا معك حق منير بيك، معك حق كتير. أنا اليوم كنت ناوي مر على المحل لشوفك، لأني بصراحة جايب لك معي دفع لأعطيك إياها. بدي أفهم من وين بدنا ندفع؟
فكر فكر لأنه التفكير ببلاش. هلأ أبوك برا عم يحكي مع صاحب المحل، أنت بتعرف هالشي محمد؟ الزلمة قال إنه ما عم يلاقي مستأجر وما بقى عنده لقمة ياكلها، بده الأجار لخمس شهور. شو بدكم تعملوا؟ يعني هلأ صار عندك دين الأستاذ لافاند وأجار المحل كمان، ولا تنسى قروض البنك، شو بدك تعمل؟ ولك سهر حاجة تحكي بقى، أنا من غير شي راسي عم يوجعني بكفي. يعني نبهار خانم ماتت الله يرحمها، ما فينا نعمل شي. بس أنت هلأ بقيت من دون شغل محمد، والأستاذ لافاند راح على إزمير وأنت ما حكيت معه لتفهم إيمت رح يرجع. يا الله فهمني كيف بدك تدفع هالمصاري؟ رح أدفعهم كيف ما كان رح أدفعهم. هلأ بعدي من وشي بدي أطلع. اطلع. سلام أونال، أنا عم أتصل بأمير وما عم أقدر أصله. إيه روحي خبري الشرطة، أكيد كمان بيكون مورد حاله بشي مشكلة. أنا عم أحكي معك جد أونال، أنا اتصلت بكوراي كمان هو ما عم يقدر يصله، وقت راح لعند أمير عالبيت أمير كمان ما كان هنيك. لا تكبرية يا عيسون، أنا بظن إنه مشان يهرب من النسوان اللي بحياته راح وطفش لبعيد. أنت بدك تحكي بشكل جدي أونال؟ مثلاً وقت أنت تمر لعند شريكتك المحترمة الليلة اللي بتكون عندها، إذا بتروح وبتدق باب بيت ابنك شو ممكن يصير؟ سينام هي التانية صار لفترة مبينة، أنا كمان ما عم بقدر أوصل لها، معقول يكونوا هربانين سوا؟ عيسون مدام مشغول بالك كتير ليش ما بتروحي وتشوفي وينه؟ ها؟ أنا تعبت من كل الحكي القاسي والتعصيب واللامبالاة، كمان حابة إني أتركه يعيش لحاله شوي، بس لما هيك بيكون تليفونه طول الوقت مسكر، ما عم أعرف وينه وشو عم بيساوي، ما عم بتحمل، ما عم بقدر بنوم. أنا صار لي زمان ما عم بهتم إنه أمير وينه ولا شو عم يساوي. يا عيسون ابنك خلاص كبر وما عاد ولد صغير، ومحاضرته أثبت لنا هذا الشيء كذا مرة. إذا بدك رأيي خلص تركيه بحاله. أنا ماني مثلك أونال صراف أغلو، مع الأسف مو مثلك. يا ريت إني أقدر عيش حياتي بالطول وبالعرض بكل هاد الهدوء وبكل اللامبالاة اللي أنت عم بتعيشها. أونال صدقني وقتها كانت حياتي رح تكون مريحة. إذا سمعت أي شيء عن أمير لو سمحت بس خبرني. حكيتي مع سينم خانم شي أمي؟ اتصلت فيها بس تليفونها كان مسكر. مبارح شفتها وأنا عم بتمشى، حتى أضوية البيت كلها مطفية، يمكن هي لهلأ ما عم تعرف وين حدودها. رح أقلها تاني مرة بس بدها تروح مشوار إنها تاخد إذن منك. أنا ما عم يعجبني موقفك هاد تجاه سينم خانم، وما حبيت هالحكي هذا بنو، يكون عندك علم. في مشكلة شي؟ الالتهاب رايح؟ لا طب مخيطة بإبرة بيت وخيط عادي، يعني أنا فيني قلكن إنه بحياتي ما شفت هيك منظر مخيف. كيف قدرتوا تعملوا هالشي؟ لأنه مرتي مو كتير شاطرة بالخياطة. زوجي بخاف شوي من الدكاترة، صار يبكي طول الوقت فما قدرت جيبه. المهم الحمد لله على السلامة. شكرا. رح أكتب لك دواء خده بانتظام، رح أكتب الرشدة، استنوا شوي زي ممكن. شكرا لك. كأنه جينا قبل هالمرة على هالمشفى. بظن إنه كل ما شاف إسطنبول رايحين عليهم من قبل. قلت لي شو اللي لسه ما انتهى؟ العشق مو؟ يا ريت تكون في عندك جرأة حتى تقدري تقولي لي شو هو الشيء اللي لسه ما خلصتيه وبقياني عندي مشانه. تليفونه لحد هاي اللحظة مسكر. أمي أوعى يخطر ببالك إني روح لعند أمير، خلص أنا لا بقى عندي لا حجة ولا حتى جرأة كمان. أماني لا تتحركي لأنه الريشة تبعك رح تهر.
خليكي قاعدة، قعدي هون لحتى تولدي وانتي خايفي هيك؟ مانك شايفة انه ما قدرنا نتقدم ولا خطوة مو هامك؟ انتي كتير عم تضغطي علي امي، المفروض كمان تضغطي على ايسون كمان، مو على اساس كانت معنا وقالت انه بدها تساعدنا كمان؟ اللي شايفته انه مساعدة ايسون ما إلها فايدة. انا ملاحظة هالشي، واضح انه عيلة امير ما عم يقدروا ابدا يأسروا عليه، صار له زمان كتير وهو عايش لحاله، كمان تارك عيلته، بجوز تكون خطتنا كانت غلط. لا تكوني ناوية تغيري الخطة. أنا هلأ عم فكر، حابة إني فكر بصوت عالي، نحن غلطنا، وقفنا قدامه بقوة كتير وفوقها كمان تهجمنا عليه، كان فينا نوقف قدامه بوضع مظلومين، بلكي كان وقتها لازم نستخدم عواطفنا، يمكن وقتها نقدر نوقعه، صح؟ استناكي هون. صباح الخير. بتمنى تاني مرة ما يصير معك هيك شي، لأنه إذا رجع وتكرر نفس الموقف أنا مستحيل أقدر أقبلك هون. بعرف معك حق، أنا كنت ناوي أنه دق عليك الباب بعد ما أخذ أغراضي من هون. آسفة وشكراً إليك مشان كل شي. ها؟ أينور؟ فريحة؟ فريحة عن جد ماني مصدقة، بالسكن الكل عم يحكي عنك، أنت صرتي مثل الأسطورة، أنا كمان كتير انشغل بالي عليكي. ليكي لا تشغلي بالك، كل شي تمام، أنا أجيت مشان أخذ أغراضي بدي أرجع على بيتي. أنتوا تصالحتوا يعني؟ يعني، بعدين بنحكي لأنه أمير واقف برا. فريحة، اتصلي فيني ضروري، عندي شغلات بدي أحكي لك إياها. يعني أنا مبارح تعرفت على واحد محامي. فريحة أنا كتير متوترة وقلبي عم يدق بسرعة. أكيد كان لازم فيه شحن، بس رغم هيك شحني مو كأنه هذا غالي شوي؟ اعتبريه تعويض. تعويضك كتير مبالغ فيه، ونحن هلأ من دون شغل. أنت ما بدك تجي معي؟ أنا في عندي شغلة ضرورية بدي أعملها. مو ملاحظ أني تأخرت على تسليم المشروع؟ الأستاذ لافاند أكيد رح يقدر لك ظروف هيك. ألو نعم، وينك أنت؟ أنا بالبيت. شو محاضرة الاستراتيجية خلصت بكي؟ الأستاذ لافاند ما عم يجي والمشاريع بقيت مثل ما هي. ليش رحتي هلأ أمي؟ أنت قلتي عم استنى أنت وبولان ترجع أخوي من جديد. أنا ما صار لي زمان عم قلك أمي يا نبهار. قديش كان عمري؟ أنت بتتذكري؟ يعني هيك؟ من دون ما تقلي لي أي شيء، بعد ما أنا
تعودت قلك أمي متي. اتركها بحالها. عم اقول لك روح واتركها بحالها. انا وانت عم نعيش نفس الحزن ولد. خلينا نتشارك الحزن سوا. انا ما عم عيش معك بنفس الحزن بنوم. الشي اللي عم عيشه انا مو نفس اللي انت عم تعيشه ابدا. شوف، انا مو بس زعلان لانه امنا ماتت، زعلان لأني تركته وهي زعلانة مني. بعرف منيح أنت بشو عم تحس. أنت بتعرف كل شو بكل وقت مو هيك؟ أنت كنت بتعرف إنه أمي مريضة، كنت بتعرف إنه أمي رح تموت، كنت بتعرف إنه رح أبقى من دون أم، كنت بتعرف كل شي مو هيك؟ بس أنا ما كنت بعرف إنه ما رح يبقى لي أم. طلع فيني، هي كانت أمي ماشي؟ أمي أنا بس. بولاند؟ شو اليوم ما عندك شي مغامرة فريحة؟ هروبك من السكن انتهى بشكل كتير رائع وحلو. كمان بالسكن كانت أيامي حلوة. أنا بس بدي قلك، طلعتي بتحبي المغامرات؟ أكيد ماني مثلك، هدول البنات كانوا من شغيلتك. أنا إيدي طويلة، بتعرفي هالشي. إلا كان إيدك الطوال بعديون عنا. تاني مرة لا تديري ظهرك لأمير. كيف يعني ما دير ظهري لأمير؟ شو هي لعبة جديدة كان؟ خلصتي من ملاحة أمير؟ وهلأ لاحظتي عشقك لك وراي اللي صار لك سنين عم تعملي حالك ما عم تشوفي؟ شو هالمعجزة هي؟ لا تقولي هيك فريحة، ما فيك تقولي إنك ما بتآمني بالمعجزات. بنت ناطور البناية وصرتي بالجامعة، صرتي كمان بحياتنا، قدرتي تسيطري على قلب أمير حتى بعد كل الكذب تبعك. أمير تزوجك، فما تقولي إنك ما بتآمني بالمعجزات. بآمن إنه المعجزات بتصير مع الناس اللي قلبهم طيب. إيه فهمت عليكي. انتي هلأ بدل ما تشكريني صرتي تضربيني بحجارك؟ بدك اني اتشكرك؟ ليش؟ لأنه خلصت منك بس بعد طلعت لي قصة رويا. ما رويا ما دخلني فيها وما رح اشغل بالي فيها فريحة. انا بظن انه حكيك عن امير ما بيهمني وما بدي اشغل بالي فيه بنو. بالإذن. شو قالت؟ عم تنظر علي. هلا رويا، نحن مو بكل ليله كنا عم نشوفها. من بعد ما راح امير ما بينت، ويمكن حتى من قبل. هلا بعد يومين عم يتصل وعم يطلب منك انه يشوفك. كثير غريب هالشي. بجوز يكون مشغول باله على ابنه. بعدين كنا بالمشفى باخر فتره، بركي بلش يقتنع بالقصه. انت لا تفرحي كثير هيك بسرعه. قولي لي كيف كان صوته؟ ما بعرف لأنه كنت كتير متوترة، منشان هيك ما لاحظت كتير، بس ما كان مثل ما اتصل معي آخر مرة. ليكو وصل. أمي شوفيني أنا كيف طالعة. بتقطعي للقلب. أنا رح كون بالغرفة الثانية عم أسمع كل شي. ماشي بنتي؟ لا تنسي لازم انه تعملي حالك حزينه وهادي. تعي لهون يا قليلة العقل، ما بصير تستعجلي، خليه يستنى شوي على الباب. يلا هلا روح افتحي، انا بالغرفه الثانيه رح اسمعكم. اهلا وسهلا. امسكي هدول. هدول مو الي. ما بصير تجي على بيتي وتعطي هدول لمرتي. ما بصير مشان ليله انا غلطت فيها تروحي تضايقي مرتي. انا واثق اني ماني ابوه للولد يلي ببطنك، وحتى إذا كنت أنا أبوه حطي هالشغلة براسك. ما فيكي تستخدمي هالولد ورقة ضدنا. عم تسمعيني؟ لوقت فحص الدي إن إيه ما بدي إياكي تدقي لي بنوب، ما بدي أسمع تليفون منك، ما بدي تكوني بأي جزء من حياتي رويا. عم تفهميني هلا؟ والله أنا عم بخجل أحكي هذا الحكي مع مرة حامل، بس أنتي ما عم تخجلي وخليتيني أحكي. لا بقى تخليني ألمحيك.
اوعك تبكي بنتي، هو قليل ادب ووقح كمان، بكره رح خليه يندم على كل شيء حكى معك. تعي الو. نعم امير، احسان اتى كان عم يحكي، فكرت بموضوع الشغل يلي عرضته علي. ايه إذا بدك تعال لعندي مشان نحكي أكتر بهالموضوع. ماشي، بس مشوار الطريق. هاي المرة ابنك تجاوز حدوده كتير أليسون خانم. أنا ما عم صدق إني عم شوف هيك قلة أدب ووقاحة اللي بعمري وحياتي كلها ما شفتها. أنا ما بتعرفي قديش مستغربة من الحكي اللي عم بسمعه منك. بس هالتصرفات اللي عم يعملها ابنك ما عاد استغربناها أبداً. بنتي هلأ صار وضعها كتير صعب. هلأ أنا مضطرة أسكر لأنه بدي اهتم فيها شوي. يلا بخاطرك. انتي كمان حاش تبكي. امي انا هلأ فهمت الموضوع منيح. نحنا خلص مستحيل نكون بحياة امير. ليش ما سمعتي؟ اهلا وسهلا امير، تعال اقعد. شو تشرب؟ ما بدي اشرب شي. أنا اتصلت فيك أكثر من مرة بس تليفونك كان مسكر، لو هالمرة كان مسكر ما كنت اتصلت مرة تانية. ما كنت اتصلت؟ يعني بفهم إنه ما قررت شي؟ بهي المهنة أونال صراف أوغلو له كتير أعداء، صعب إنه الواحد يكسبهم. إذا بدي شغل ابن صراف أوغلو عندي رح أكون صريح معك، ما فكرت بهالشغلة من قبل، لأنه هالشي بده قلب قوي ورح تكون حرب الأول ما لآخر يا أمير. أنا هلأ ما عندي وقت حتى ضيعه. أنت ناوي إنه تشغلني عندك ولا لا؟ أنا بدي تشتغل عندي يا أمير، بس أنا لازم أخذ منك وعد. بدي أتأكد إنه خلافك مع أبوك مو هو اللي خلاك إنه تطلب تشتغل معي، يعني مو بعد يومين ثلاثة ترجع على هيلز عند أبوك. لا أيام ولا سنين، أنا مستحيل أروح على هيلز لا مشان أنبسط ولا حتى سياحة، أنا جاي مشان أشتغل عندك. أنت ملاحظ إنه رح تشتغل لصالحي ما هيك يا أمير؟ أنا متأكد إنك رح تشتغل منيح. أنت عم تدرس بالجامعة وعندك تجربة، كمان في عندك طموح كبير، بس بتعرف أنه أنا ما رح أكتفي بهذا الشيء، ما هيك؟ أنا بعرف منيح أنك رح تشغلني لتحسن شغلك، كمان بعرف أني إجيت لهون لأنه بعرف شو عم بشتغل. أنا ملاحظ كل شيء. أمير صراف أوغلو عم يشتغل ببار نايت، رح تكون دعاية منيحة. بتعرف أنه هالشيء رح يخلي الصحافة تشارك فيها. عندي شغلة أخيرة، يعني ما رح يضايقك أنه ممكن هذا الشيء يستخدم كسلاح ضد أبوك؟ يعني لما أنا وأبي نتقاتل ما في داعي يكون في سلاح بيناتنا، لأنه أساساً هالشي موجود. إذا كان هيك أهلاً فيك بشغلك الجديد أمير صراف أوغلو. حرام، نبهار خانم راحت وهلأ بقيت سيارتها للورثة. والله أنا كنت متمنية أني أركب فيها بس ما زبطيت. ها هاي فريحة. لك والله هاي فريحة. يا ترى بدها تجي لهون ولا رايحة لشي مكان؟ يلا يا بنتي يلا، انتي شوفي شغلك. عن جد مسكينة وغبية، كمان رجعت لبيت أبوها؟ خديجة عادي ولا تفتحي الباب. بس يا أخي قلتلك لا تفتحي. بابا أنا سمعت صوتك، بعرف انه انت جوا. انت ليش ما بدك تفتح الباب؟ ما بدك تفتح الباب وتطلع بوشي؟ بابا انت اكيد عم تسمعني، بعرف انا لهالدرجة رخيصة عندك. طيب بابا انا فهمت، انا رخيصة عندك. Thank you.
جانسو، اليوم انت بتستحقي انه تعملي بس اتصال واحد. هاتي لتشوف مع مين بدك تحكي. شو بكي، شو نسيت الرقم؟ لا، أنا كنت بدي أحكي مع حدا وبطلت، رح أتصل بحدا تاني. ألو، مين معي؟ لارا؟ جانسو؟ شوفي، أنا كنت بدي أتصل بأمير بس ما تجرأ أدقله، بعدين ما عرفت بمين ممكن اتصل غير فيكي انتي. منيح اتصلتي، انتي كيفك؟ منيحة، ماشي الحال. لارا، لارا انا بدي اطلع من هون، ما عاد اتحمل. جانسو، اسمعي اسمعي بس دقيقة اذا سمحتي. انا ما بعرف اذا انا مجنونة ولا لا، بس انا اذا بقيت وقت اكتر من هيك بالمشفى ممكن اني جن عن جد لارا، لانه الوضع كتير صعب وكل ماله عم يصعب اكتر. يعني أنا كل ما طيب شوي أو حاول أني أخذ دواي بحس أني ما عاد أقدر أتحمل. جانسو، أعطيني رقم عمتك بكندا فوراً. لارا، أنت شو عم تعملي؟ أنا ماني حافظته وما عم أتذكره، اسألي سينام خانم. أنا خلاص لازم سكر هلأ. هي عم تقول كل ما عم بتطيب ما عم تتحمل وأنه هي بالنهاية حتجن. بهالموضوع أنت ما فيكي تعملي شي، حطي هالشي براسك. بس تجي سينم أنا رح أحكي معه. سينم خانم وينه؟ صار لي يومين تليفونه مسكر. أنا بعرف إنه أنتي بالبيت، أنا شفتك من الشباك ما لحقتي تطلعي. يلا افتحيلي، يلا خلصنا، افتحي الباب فريحة. ايه هيك منيح، برافو عليك يا شاطرة، كمان عرفتي كيف ترجعي على بيتك. قولي لبابا منيح ما فتحوا لي الباب، كنت بس بدي اخبره اني رجعت على البيت، ما كنت بدي اترجاهم يستقبلوني. شو ها، انا شايفة انه في حدا زعلان منا. يلا فوتيني مشان نحكي شوي مع بعض. هيك منيح، خلينا نحكي هون. ليش عم تحكي معي بنشافة؟ عم تعمليني كأنه انا يلي ما فتحت لك الباب. رح تعملي هالشي نفسه مع أبوكي وعمتك، ما هيك؟ مو معقول، انتي قطعتي الحبل يلي بيناتنا. يعني أنا ما قطعت الحبل حبيبتي، حطيته بإيدي. ما شاء الله، يعني فادك هالكف اللي أكلتيه كان مثل الشحاطة على وشك. اوعك تحكي معي بهي الطريقة ولي سهر. ايه خلص ماشي، ما في داعي تعصبي. اسمعي شو بدي قلك فريحة، يعني زوجك صار ضروري كتير ولازم يصالحك مع أبوكي، وأقصر طريقة لهذا الشي إنه يروح فورا يدفع دين الأستاذ لافانديا اللي علينا. ايه ماشي، يلي مات مات، وبعد اللي صار اطلعي هلا محمد قاعد بدون شغل. شو عم تحكي، مين هذا اللي مات؟ حبيبتي امه للاستاذ لافاند هي اللي ماتت. ايه حرام، خساره. نحن رحنا على الجنازه وعملنا واجبنا، بس الاستاذ لافاند بقي هنيك وما بعرف اذا كان ناوي يجي ولا لا. انتي رغم هيك لا تنسي اللي انا قلت لك يا. ان الرقم المطلوب مغلق او خارج نطاق التغطية. ايه حبيبتي عمتي، رجعت الغبية، بس بالنهاية هي رجعت لبيت زوجها، ما بعرف اذا هذا الشي رح يفيدنا. برجع وبتصل فيكي باي. أنا هلأ لسه كنت عم أقول لحالي أنه أتصل فيكي مشان نتحاسب. يا حلوة، أنتي ما بترضي على حالك أنه تبقي مديونة لإلي؟ أنا عندي أخبار تازة كتير ويمكن تكون حلوة وبتعجبك، بالأخير نحنا كلياتنا تلاميذك، ما هيك؟ يا الله. أخي؟ نعم. أنت بدك تروح على المحل؟ محمد بصراحة كان حابب أنه يروح ويشتغل قريب من المحل، أنا بدي شوف منشان روح أنا وياه لعند صاحب المحل وندفع له قسم من الديون،
بعدين نحن كمان تأخرنا كتير بالدفع تبعه، فهمتي علي؟ ايه، انا رح افسح درج البناية المقابلة. يلا خاطرك، مع السلامة. مسكي. هي مرة ضحكت على ابني، الله أعلم شو عم بتخطط هلأ. والله شو بدي قلك، الله يصبرك على هالمصيبة. وليه؟ شو كنت عم تحكي مع هاي المرة؟ أنا شو بدي أحكي مع هاي المرة عمتي؟ صدقيني أنا بس طلعت لشوف فريحة لأنه رجعت لعند زوجها. أخولي على قلبي عليك يا بنتي، معناته كانت جاية مشان تخبرنا أنه رجعت لعند جوزها. ولي على قلبي عليك، ولي على قلبي، معقول رجعت؟ أخ يا بنتي، أخ يا حكى مع أبوك حكي كتير قاسي، حتى الحكي اللي هو حكاه أقسى من حكيه بالمقبرة. يعني شو بتفرق؟ هو معه حق بكل شيء عم يحكي أصلا. أبوك بده يرجع على روسيا بكرة، يمكن هو يبقى هنيك على طول. قال لبولاند مشان يروح معه ويعيشوا هنيك، بس بولاند ما قبل يروح معه. شو أنت مالك ناوي تحكي مع أبوك؟ بيكون منيح إذا رحنا هلأ على المطار. لعبت مرة تانية بعقلك. انت لامتى بدك تضلي عم تفكري هيك؟ شوف، اذا عم تقصد رؤيا بحكيك هاد. لا امي، انا عم بحكي عني وعنك. فهمت عليك. فريحة مو بس هلأ رجعت عالبيت، كمان مأسرة فيك كتير. فريحة، 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 انت سمعتيني انا عم بقلك انه عم بحكي عنك وعني. أنا شايف إنه فريحة مو هي مشكلتنا، فريحة موضوع عم تهربي عليه. أنت عم تتخبي وراه مشان تحاولي تنسيني كل شي عملتيه بالماضي فينا وفيه. حتى أنت هيك عم تأذي حالك. أنت شو اللي عم تقوله أمير؟ أنا عم بقول لا تخبي حالك. بدك تنسيني إنك تركتيني بيوم؟ لكن لا تعزبي حالك على الفاضي، ما فيكي تنسيني وما فيكي تنسي. كان عمري 10 سنين وقت أخذت قرارك، ما فيكي تنسيني أمي. موضوع فريحة ما رح ينسينا. ابني، أنت من إمتى هيك صرت من دون رحمة؟ حتى أنا أمك عم تعاملني هيك. أنا من دون رحمة؟ لا تقولي يا أمي، أنا كان عمري 10 سنين لما أخذت قرارك بوقت أنا ما كان فيني أخذ قرار. بس أنا ما كنت بدي أتركك. أنت عم تتصرف هيك وكأنه ما بتعرف هذا الشيء. كيف عم تتصرف وكأنه ما حكينا أنا وأنت بهالموضوع؟ حكينا بهالموضوع؟
خلينا بس مرة واحدة ما نتهرب منه. أنا وأنتي عن جد حكينا بهالموضوع أمي؟ نحن حكينا ليش بالوقت اللي كنت أنا محتاجك فيه أخذتيني أقعد عند أبي؟ نحن حكينا شي عن إحساسي؟ هيك عم بيصير معنا لأنه ما حكينا. أنتي حسيتي حالك مذنبة لما ما حكينا كبير الموضوع. الشي اللي كان فيكي تعمليه عملتيه. لما لقيت فريحة رميتي عليها كل شي. بجوز كذب أعطاك الشي اللي أنتي كان بدك إياه. فريحة هي تاني مرة بتزعلني. وأول وحدة هي أنتي. أنا أعطيتك فرصة إنه تحسي بحالك أم. بس أنتي بكل قوتك رحتي وكبرتي كرهك إلها. ومن أول وجديد صرتي أمي؟ أمير ابني أنت عم تحكي؟ لا، هالحكي ما عم بيقول لك يا زوج فريحة، ما عم بيقول لك يا ابنك يلي ما فكرتي فيه بهالسنين. هذا حكي ابنك اللي عمره 10 سنين. هداك الطفل، الطفل يلي كان عم يبكي لما يشتاق لأمه وأبوه كان يعصب عليه. بس هلأ ما عاد في داعي إنك تبرري موقفك. خلينا نترك الماضي، خلينا نكون ابن وأمه عن جد. أنا هلأ سامحتك، أنا من عمري 10 سنين وأنا حامل على كتفي زعلي من أمي بس تعبت. أنا ما عاد إلي طاقة لهالشي. أنا تصالحت معك، أنت كمان تصالحي مع حالك. شو اللي عم يصير؟ السلام عليكم منير بيك. الحمد لله على السلامة منير بيك. شو صار بالمحل؟ هدول هن الاثنين شركاء فيزال بيك، الأب وابنه. يعني مثل ما أنك شايف رضا بيك، الشريك هداك قليل الشرف والضمير هلأ بيّنت حقارته. إجوا لهون من وراء كسروا المحل وراحوا. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هالزلمة طلع كتير واطي يا بابا. طيب أنت ليش ما رحت واشتكيت للشرطة منير بيك؟ بيصير هو يعمل هيك شي يعني؟ استغفر الله. منير بيك، هدول إلك والباقي رح نصير ندفعن على دفعتين ثلاثة، اتفقنا؟ استور ما شفت منا رضا بيك. انت استور ما شفت منا، ما شفنا منا غير كل خير. بيكون أحسن إذا مرة تانية بتشلح بوتك من عند الباب. شو؟ اي لانه انا هلا مسحت البيت، اذا بتحطهم جوا هون بيكون منيح. انبسطتي هلا؟ منيح اني عم بقدر اسعدك. اليوم شفت رويا وامي. بس هيك صار؟ شفت أمك ورويا اليوم؟ في شي حابة إنه تسألي عنه؟ لا ما في. فريحة، إن كان أمي ولا حتى رويا بدي إياكي تعرفي إنه عم بقلهم الشي اللي لازم ينقال. أنا ما سألت عن شي. شو منبلش المشروع قبل الغدا ولا بعده؟ أنا فكرت إنه راح عليكي تسليم المشروع. ولا الأستاذ لافاند عم بيمشي واسطات؟ الأستاذ لافاند أمه توفيت. أمه لافاند توفيت؟ كانت مرضانة شي؟ ما بعرف. اليوم المساء رح بلش شغل. المساء؟ Sanki bedenimde sıntı, yüreğim koparılmış.